يقول: ما نصيحتكم لطالب العلم الذي يريد أن يعبد الله وحده على الوجه الذي تطمئن به نفسه في بلده، لأن في بلده الناس ينتمون إلى مذهب معين ويكرهون من يخالفهم؟ عليه أن يتبع الكتاب والسنة، عليه أنه يتبع الكتاب والسنة ولو خالفه أهل بلده، ما هم بعبرة، عليه تمسك بالحق والدين الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة، ولو خالفه من خالفه يصبر على هذا، أو انقدر على أنه يترك بلدهم ويأتي مع المسلمين أو يذهب إلى المسلمين يصير معهم، يجب عليه هذا. نعم.